السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه سيارة غاز وبنزين كليو، هي تعرفوها. المرة اللي فاتت كونا جدني مشكلة اللي هي وحدة تقلب بنزينة تكون غاز ترجع بنزينة، يعني كأنك تمشي بنزينة. ورغم كل المحاولات، يعني شفتوني في الفيديو غيرت الفلتر بتاع هذايا، تحسنت مدة معينة ورجعت زي ما كانت. كل مرة نحاول معها شوي شوي، في الأخير ولينا عملنا ديونستيك أو سكانير عند السيد المختص في الغاز، اتضح لنا فيه قطعة اللي هي نقل تحول من الغاز بنزينة، غير هذه، من غير هذه في واحدة ثانية اللي هي يعني وقت يفرغ الغاز وحدها تقص على الغاز وترجع بنزينة، اللي هي القطعة هذه. شفتوها القطعة هذه مسؤولة على تغيير البنزينة والغاز وقت يفرغ الغاز من السيارة. وقت يفرغ الغاز من السيارة باش ما تطفيش السيارة وانت تمشي في الطريق، لا، وحدها يكون هنا الغاز، هذه قطعة الغاز يدخل من المكان يخرج من المكان، يعني يتعدى الحساس هذاك الحساس، وفيه خراطيم تعدي على الشديرة طول، في خراطيم تمشي للشديرة طول اللي هي هذه بتاع الغاز، يولي يقفل الغاز من غير ما يتأثر المحرك على البنزينة. هذه المشكلة اللي صارت لي أنا وليت غيرت هذه، وطبعا وريتكم الفلتر كيش غيرت الفلتر المرة الأولى. نزيد نحط تغيير الفلتر ورا الفيديو هذا باش تفهموا أكثر. وهذا القطعة هذه هي اللي غيرناها، وهذه في تونس تعمل تساوي تقريبا 120 دينار. هذه قطعة تمشي يعني بالكهرباء والغاز، هذه عندها فيش هنا ملوطة. هذه يعني وقت الغاز يوفى وما السيارة ما تخصش بيك في الطريق وتخليك يعني توقف وتعاود تغير غاز، هذه وحدها بها حساس تقرا يعني مرور الغاز من وسط هذه، يعني الغاز في وسط القطعة هذه، وتعرف ان الغاز معاش موجود، يعني بكل سلاسة تغير بنزينة بغير انت ما تحس بالعملية. هذا علاش هي تغير بنزينة على طول، وكل ما تحطها غاز تغير بنزينة، كون القطعة هذه معاش صالحة للاستعمال، انتهى مفعولها. وغيرنا هنا قطعة هذه ومشيت بها تو مدة عندها أكثر يمكن من 4 شهور القطعة هذه راكبة، والحمد لله لاباس. تو جاني سؤال حبيت ان نفهم الناس، اللي هو القطعة هذه هي المسؤولة على التغيير. وهذا الفيديو تو اللي باش نحطه لكم، اللي هو عملناها العملية الأولى، عملنا سكانير يعني ديجنوستيك فحص بالكمبيوتر، وطلب مني المختص في الغاز قال لي تغير الفلتر نتاع الغاز وبحول الله تمشي الامور مضبوط. وكان صار الامر كذلك، غيرت الفلتر نتاع الغاز ومشت مده لاباس بها، يعني عاديه ما فيها شيء، وبعدين رجعت زي ما كانت. فهو قال لي جيب خلينا نعاودوا نعملوا هذيك السيك، عملنا هذيك السيك وحكيت لكم الحكايه في اول فيديو. وهذا الفيديو الثاني اللي هو عملته قبل، ويعني كنا فاكرين ان المشكله تحلت وانتهت المشكله من الفلتر، واتضح ان فيها قطعه هذه اخرى اللي هي وريتها لكم لازم تتغير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندي هذه كليو غاز تمشي غاز وبنزينه، المده هذه ولت تخض ولت داخله بعضها ولت تمشي 3 سلندر ولت ماهيش معتدله بكل. نبدا نمشي في ثنيه مثلا، ننزل على هذه باش يعني المفروض ترجع اوتوماتيكي، ساعة تقص، نعاود ننزل عليها هيك، تشعل الخضرة، تمشي شوية وتقعد تقص، هزيتها للديجنوستيك. هذه تو باش تشوف لنا الغاز ولا شنو؟ البريسيون، البريسيون تاع الغاز يعني، اللي جاي من الريزرفوار. يا رحم بوك. هذا مريقل، هذا مكان معناتها كومبرسيون طالعه لاباس هكا، ها؟ اه هكا كومبرسيون مريقله، المافا مريقله، السخانه مريقله، كلها كل البطاريه مريقله، هاني البطاريه هذا تو هذا انت دخلت بصفه عامه غاز وايسونس مالها؟
ما لك فيش دخلت الباتري ولا هو هذه نتاع الغاز تعطيك التونسيون تاع الباتري كيف تضعف الباتري ولا تيح الشارج اللي فيها هي ترجع ايسونسي ما تقلبش خلاص فهمتك هذا الماتريال هذا اوتوماتيك سكانر معناتها معناتها تو امورها كلها ما زالت مولتش عزوزه يعني ما مولتش عزوزه لبس عليها حاج تو هذيك مش كنت في الفيتر هذاك هذاك الفيتر الازرق هذاك تو نحيه مش نحيه تو نحيه انا قال لي لبس عليها ما فيها حتى شيء مره نظف لها الفلتر هذاك والكلابي نتاعو ترجع عاديه تو نفك الفلتر والكلابي نتاعو ونشوف قال لي فك هذه ونظف الحساس نتاعها ونظف الفلتر ونرجعها يحاول قالت له خاطر هذا الحساس هذا قال ساعات يبدا مربي وسخ ولا حاجه ما يبدلش ما بين غاز وبنزين هذا ما يفتحش للغاز يعاود يرجع البنزين طبعا سكرت الخزان من تالي على الغاز باش ما يخرجيش من هنا الغاز نشوف فيها غاز معبي على الاخر ولكن تمشي تقص هاو نسكر الغاز من هنا هذه سكرتها نلوي هذه نسكرها على الاخر نخليها ونبدا نفك من قدام خليتها تخدم لين فرغت الغاز اللي عندها كله اللي في السيركوي اللي في الغاز اللي في الخراطيم كله وتو باش نفكها نحتاج المفتاح 13 ومفتاح 15 هذا مزود نحيهم الخراطيم هذا مزوز وبعثني عندي بولونه هاي هنا اللي هي نتاع 10 هذا وبعد نحي الخيوط هذا كله ونفكها لبرا وننظفها تو فكيتها لبرا وباش نفك لها هذه الواحد ونفك الفلتر هذا وننظفها طبعا نظفتها نظفنا ناكس وتو باش نرجعوها الرنداله نحطوها هذيك كما هي غالي ونهبطوها باش ندخلوها في الاكس اللي هو درك فيه هذه نحطوها في الاكس نتاعها هنا كيكا باش زي ما تكون الدورة كيكا باش نجم كيكا ركبوها وركبوا الميكرو نتاعها هذه نكو صار واحنا وركبوا الفلتر ونظفوه ركبوه نحيتها نظفتها هنا نظفنا الاكس هذه حكينا شوية وتو باش نرجعوها باش يعني نكملوا ونسكروها اللي هي هذه فيها رونديل هنا رونديل جي من هنا هكا وتجي هكا هذه تجي هنا وهكا تجي هنا باش لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله